السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم وجدان كيتشن. كيك جد 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 رائع، بدون إطالة ننتقلوا باش نتعرفوا على طريقة التحضير والمكونات. بسم الله على بركة الله. غنحتاجو 3 حبات ديال البيض بحجم متوسط، الا كان البيض عندكم كبير غتستعملوا 2 الحبات فقط، يكونوا بحرارة المطبخ دائما. قبصة ديال الملح، كأس الا ربع ديال السكر. غنخلط البيض مع السكر مزيان حتى يبيض الخليط، وغنبدا نضيف 1 الكأس الا ربع ديال الزيت. وانا كنخلط في الطراب الكهربائي، غنضيف الزيت على دفعات 3 أو 4 ديال الدفعات، كنضيف شويه وكنخلط وكنضيف الكميه الاخرى حتى كنسالي الكاس الا ربع ديال الزيت. من بعد كنضيف 1 الساشي ديال الفاني، سكر المنسم بالفاني، وغنضيف 1 الكأس الا ربع ديال الحليب الدافئ اللي ضفت ليه 1 الساشي ديال القهوة سريعة الذوبان أو النسكافيه. غنضيفو الحليب وهو دافي معاه القهوة سريعة الذوبان اللي غندوبوها فيه، وغنضيف 2 معالق كبار ديال الكاكاو. غنخلط المكونات مزيان، وهنا غادي نبدا نضيف الدقيق. غنحتاج 2 كيسان ديال الدقيق، و 16 غرام ديال خميرة الحلويات اللي غنغرب لها مع الدقيق. كنبدا نضيف هكا كمية بكمية مغربلة، وانا كنستمر في الخلط حتى نكمل 2 كيسان ديال الدقيق كاملة. وغنضيف في الاخير، وهذا اختياري، 1 الكمية ديال المكسرات، يا اما الجوز او اللوز او البيستاج او اي مكسرات متوفرة عندكم ممكن تستغنوا عليها. هنايا انا غنضيف 1 الكمية قليلة ديال الجوز في الاخير، وغنطيب الكيك ديالي على فرن كيكون ساخن على 180 درجة. كنطيبوا الكيك من اسفل فقط، ما كياخدش بزاف ديال الوقت، 1/4 ساعة كيتنفخ يضعف الحجم ديالو، وكنقيسوه من فوق كيكون ناشف صافي. كندخلو فيه واحد المساكه، الا خرج ناشف صافي الكيك ديالنا كيكون واجد، غير كينشف صافي ما كنخليوهش يطيب بزاف باش ما يقصحش، كيجي هائل جدا وخفيف. وهنا من بعد ما خرجت الكيك ديالي من الفرن، هذا هو الشكل ديالو، كنطيبوه من اسفل فقط. هنايا غنزين الكيك ديالي من فوق بواحد الصوص اللي حضرتو، بنصف كاس ديال الحليب، نصف كاس ديال السكر، نصف كاس ديال الزيت، ونصف كاس ديال الكاكاو، وواحد الساشي ديال القهوه سريعه الذوبان. غندوبو هاد المكونات كاملين على نار كتكون مهيله حتى كيطيب معنا، كطيب معنا جميع المكونات، وكنتحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون عاقد بحال الكريمه. كنخليوه يبرد، من بعد كنضيفوه فوق الكيك. هاد الصوص الاشاره ما كتجيش كطبقه من فوق الكيك، ولكن كتجي شويه عاقده، ولكن كيتشربها الكيك، يعني النصف ديال الصوص كيدخل في الكيك والنصف الاخر كيبقى من فوق. غنضيفوا ليه لهاد الصوص، عفوا نسيت، 2 معالق كبار ديال شوكولاته الدهن، غير كنطفيو على الصوص كنضيفوا ليه 2 معالق كبار ديال شوكولاته الدهن، اي نوعيه متوفره عندكم. كندوبوها مزيان، كنخليو الخليط يبرد شويه، وكنزينوا به الكيك من فوق. غنخلي لكم المكونات مضبوطه في صندوق الوصف باذن الله. وهنايا من بعد ما زينت الكيك ديالي من فوق بالصوص، غنزين هنايا عندي شوكولا مبشوره، عندي شوكولا بالحليب وشوكولا بيضاء،
هنا كيبقى اختياري، ممكن تزينو بالكاوكاو، بالمكسرات، اي نوعيه ديال المكسرات، ممكن الكوك، كيبقى لكم اختياري. ممكن تخليو الكيك ديالكم كما هو، حتى الا خليتوه بدون تزيين كيجي جدا رائع. غنخليو الكيك ديالنا يبرد وغنقطعوه، كيجي خفيف ورائع، كيتشرب شويه ديك الصوص، كيجي زوين ورائع جدا. ممكن تزينوا الكيك ديالكم باي صوص كتحضروه وكيعجبكم، ممكن تزيدوا عليه ايضا من فوق شي طبقه تكون يعني سميكه ديال الكريمه اللي كتبقى يعني واقفه الفوق، كيبقى لكم الاختيار. تبدعوا في هذا الكيك، الاهم والمهم في هذه الوصفه هو وصفه الكيك اللي كتجي جدا خفيفه ورائعه. ممكن تكتفيوا بهذه الوصفه، سهله وسريعه وكتجي بنينه للكيك اليومي او للضيوف ديالكم، غتحتاجوها باذن الله. هنا من بعد ما قطعت الكيك ديالي، هنايا خليته حتى برد مزيان في الثلاجه، ممكن تخليوه برا وممكن تخلوه الثلاجه كما كتفضلوا تاكلوا الكيك. انا كيعجبني يكون بارد، كيجي زوين بحال الكيك بحال الديسير، كتجي فيه واحد البنه رائعه جدا وكيجي خفيف. هذا هو الشكل ديالو، كيجي مهوي وكتدخل ديك الصوص للكيك. كيجي خفيف، كتشوفوا القوام ديال الكيك. وفي نهاية هذا الفيديو كنشكركم على الزيارة وعلى المشاهدة وعلى تتبعكم للقناة ودعمكم للقناة، وكنضرب لكم الموعد في فيديو جديد بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.